أهلا بكم من جديد. أقر مجلس النواب مشروع قانون الأسرة الموحد بالإجماع بعد مداخلات أكد فيها النواب على ضرورة وأهمية مشروع القانون في حفظ كيان الأسرة وتعزيز النسيج الاجتماعي، حيث يعتبر هذا القانون انعكاسا للمشروع الإصلاحي لجلالة الملك حفظه الله وأحد نتاجات ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين، والذي ساوى بين أفراده في الحقوق والواجبات، وهو ما يعد ترجمة حقيقية للوحدة الوطنية بين الطائفتين الكريمتين. وقد أكد مجلس النواب أهمية الدور الذي لعبته اللجنة الشرعية لمراجعة قانون الأسرة، والتي تشكلت بتوجيهات ملكية سامية من جلالة الملك المفدى، وهو ما يعكس الحكمة البالغة التي يتمتع بها جلالته وبعد نظره وحرصه على وجود توافق وطني بين أطياف المجتمع. مضيفا المجلس أن قانون الأسرة الجديد سيساهم في دفع مسيرة المرأة البحرينية إلى الأمام، وسيعمل على إعطاء المرأة حقوقها الطبيعية في المجتمع، حيث سيساهم القانون بوضع الآليات الموحدة أمام القضاة في المحاكم المختلفة، والتي ستساعدهم على توحيد المقاييس القانونية، وهو ما سينعكس إيجابا على المجتمع البحريني.